وحنا هادشي علاش نهضرنا على هاد الشعب هذا ولا هذا ياك صح شي اللي جاونا باش جدران ترى فابور عندي دوك جوج بلاش هاك في نام هذا هو دار زوينه دابا تسمع هادي ملحه حيه هادي كاين حجره كاين مطحونه كاين جميع انواع فيها ديال هاد الملحه حيه هادي هاد الملحه حيه خو كاريان هادي تجبد من الارض بحال البير بحال اللي تحفر ماشي على شي 40 متر 30 متر تحت الارض بهاد الطريقه ديالها شي يجيو الناس الكسابه تيعطيو الكسيبه ديالهم تاو الغلام البقار فهمتي هادي هي اللي كاين تيستعملوا الناس اكثر الكسيبه حيت هادي الدور ديالها هادي في الكسيبه ديالها تتصفي الغلام تصفي البقار هذا هو اللي كاين خويا دابا انا بزاف ديال الناس كسابه تيديوها جدي كاع كان خدام فيها ولا الوالد او شي يعني ولا شاو شي انا نخدمش فيها عاوتاني شي 30 عام بحال كوك تبقى تحفر تخرج من الارض وعاد عاوتاني تولي تصفى او شي يعني فيه مويه فيه بزاف ديال الخدمه وفيه بزاف ديال التعب والثمن ديالها ناقص الثمن ديالها طايح الثمن باش تتعب اكثر ملي تتخلص وشي يجي بعد بنادم تيبغي يهرف عليك تيبغي يدي مثلا تسحب له الشراه جيتي ولقيتيها ولا جيتي والشارجات لك هي في الكاميو كوك تيبغي يدير لك ماشي طير بحال هذا تيبغي يديه فابور مي يعطيك شي ثمن فيه بسيط المهم بحال شي بحال تيبغي يضحك عليك وعاد كاين المعاناه عاوتاني ديال الطوناج او شي ديال الثقل في الطريق عاوتاني ايما عندنا معاناه ديال الثقل هاد الحشيه ثقيله هي دابا بحال بالنهار تزيد الثقل اكثر من الليل السبب اخويا السبب هي شنقول لك سميتها ملحه حيه ما بالليل تتكون شي شويه الخف شويه وبالنهار بحال كل تتكون تزيد تقل خاطر تبيع دابا مثلا داكشي اللي بعتي دابا ديما متقل ديما كاين تقل هادي هي المعاند ديما في الطريق فاش ما مشيت وفيها التعب اكثر من الثمن ديال التعب فيها بزاف كاع ودوا هي الكسيبه هي شطرت الكسيبه راه هذه الدور ديالها هي اللي تصفي الكسيبه والكبده ديالها تصفى هذيك الخروف دابا ماشي الناس اللي يذبحوا في العيد هاد الخروف ولا هادشي باش تلقاو الكبده ديالو الصافي راه بالدور ديالها ديال الملحه هاد الكسابه راه تيتسالكوها بزاف الكسابه راه تدو من الاطوان واحد القضيه ما عارفاش الكسابه كاملين تيستعملوا الملحه الحيه الملحه الحيه هي بحال الدواء ولا احسن من الدواء كاع هذا هو الدور ديالها ما مقالش وخا في الثمن هي الملحه هادي بحال القراب بحال مول الملحه في الثمن ديالو بحال فهمتي هو ما عندها شي ثمن محدد ما كاينش هي على حسب فهمتي كاين شي واحد جاي تيجي دير الطرفه بحال هذا شي دبر عليك وصافي شنو هادشي فهمتي وكاين عاوتاني تنبيعو الجمله تيجي عاوتاني اللي باغي 6 طون هذا باغي 4 طون تنبيعو الجمله تنبيعو كلشي هذيك خويا الجدره